هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده احنا في وول مارت، احنا في سكشن المكياج، في منتجات المكياج يعني، وهنفرجكم على كل انواع المكياج اللي ممكن تستخدموه. هنفرجكم من اول مثلا الوايبس اللي بتشيلوا بيها المكياج لحد كل حاجه يعني. ف احنا هنفرجكم. ليلى اهي ست المكياج، هنا الوايبس غير كده كنت بتاعها يا ده الوايبس اهو، في منه كياس فيه بالواحده، يعني كيس كبير جواه كياس صغيره فيها واحده، ده $6. شركه نيوتروجينا، نيوتروجينا ديت معروفه ان هي غاليه وحلوه قوي في المكياج. وفي بقى الهواء العامل زي الوايبس الاطفال كده في الكياس دوت، كيسين سوا، وكل واحد ليه اشكال او ليه حاجات هو بيعملها. بس انا مش هخش في التفاصيل عشان ده هيبقى فيديو طويل قوي لو عملت كده، ومش هقول معظم الاسعار يعني، ممكن اقول سعر حاجه او حاجه لا. فدي بقيت الحاجات اهي، كل الانواع ديت بتاعت المكياج اللي بتشيل المكياج، انواع كتير جدا. وهنا بقى هنخش، هم عاملين هنا كل شركه لوحدها يعني، دي شركه ترافلون، الحته دي كلها شركه ترافلون. هنا بقى في بترسموا بيه الشفايف، برضو كل واحد ليه شكل وكل واحد ليه لون وسعر وكده، بس الالوانات كلها اهي هتنهلكوا فوق هنا اهو عشان تشوفوها. ودوت روج مات، دوت البيلما، دوت الروج العادي اللي هو العصاية، كل دي الالوان. دوت المات، دوت الاحمر مكتوب لكل واحد، دوت العامل زي الكشمير كده، دوت البامبا، دوت البني، دوت الموف، ده بيتلبس وقت طويل وهو سايل، دوت السايل اهو. وفي بقى التوتي، دوت البيلما، يعني كل حاجة مكتوب عليها هي ايه. وهنا بقى هنخش على الفاونديشن، كريم الاساس برضو بتاع رافلون، بيبقى مكتوب عليه برضو كل الالوانات. وفي ديت عشان تحطوها مثلا على ايديكو، تشوفوا انتوا انهي لون فيهم. كل الالوان اهي برضو هتلاقوا يعني الوان كتير جدا، وكل واحده مكتوب عليها هي مات او هي مش مات، او هي بتعمل كفرج قد ايه، يعني ميديوم كفرج، بتغطي ميديوم، في منها فول، في منها خفيف على حسب انتوا عايزين ايه. دوت الفول كفر اهو بتاع رافلون. دي كل انواع البرايمر اللي بتحطوها قبل المكياج. وفي الكونتور، دول الكونتور، لا ده الكونسيل، كونسيلر، الكونسيلر. وفي بقى البودره هنا اهو زي انتم شايفين بقى. وهنا بقى جنبيها الماسكارا، كل انواع الماسكارا هنا، والايلاينر كمان اهي، القلم، واللي هي عامله زي اللي تحطوا فيها. وفي دوت برضو، دوت بيتحط قبل الاي شادو اللي هو البرايمر بتاع الاي شادو. في بقى الوان من الايلاينر في الكحلي دوت، كل واحد بيبقى مكتوب عليه اللون بتاعه. وفي منه الرفيع قوي دوت اهو. وهنا بقى نخش على الاي شادو هات، ديت باليتا فيها اربعة سوا. في بقى الالوان اللي هي اللي تعجبكم، في اللي هي البني، في الملونة، في الوانات كتير برضو مرسوم عليهم الالوانات. دي بكام؟ دي $8. وفي بقى فيهم اربعة من هما المربعين الصغيرين دول. دي بقى شركة ميبلين اهي، في برضو الاي شادوز، في اللي هي the nudes، دي كلها انواع برضو بكام؟ $10. وفي منهم الصغيرين دول، في البلماو، في ما بلماوش، دول بلماو دي ما بتلمعش، $8. وفي برضو الاشرة دوت لو الواحدة بس، كل واحدة ليها لونها اهي برضو. انا عندي من دول حلوين قوي، وفي برضو من دول عندي حلوين جدا برضو. وفي الروج ده، في ده اهو، حتى لكم الحتة ديت عشان تشوفوا الالوان بتاعته. 123/85. وفي بقى اللي هو السايل اهو، كل دول سايل ومات، شكلهم حلو. وفي البرونزر،
ده البرونز اهو والبلاش. في البرايمرز دول شركة ميبلين، فيه برضو انواع كتير منها، وفي ديت اللي هي بتتحط تحت العيون عشان تداري العيون او الحالات السوداء، ومكتوب عليها ايه بتعملوا بيها ايه كل الحاجات دي. وفي دوت اللي هو الروجوجو، دوت اللي هو العامل زي مش بودرة، اللي هو السايل او كده وانتوا تحطوه، لو بتحطوه بعد المكياج، المكياج يقعد فترة طويلة. في دول اسمهم مولتي ستيك، يعني دول ممكن تعملوا بيهم كذا حاجة، ممكن تحطوهم كاي شادو او اي لاينر او مش عارفة ايه تاني، مش مكتوب عليهم يعني، بس ممكن تعملوا بيهم كذا حاجة. دول ب$3، دول شركة ايه ديت، شركة ميلاني. هنا بقى في شركة الف. الف ديت شركة تبقى رخيصة شوية، فحاجاتها برضو حلوة، انا بجربها وجميلة برضو. ديت الفرش بتاعت الف بقى، دي بتاعت الفاونديشن. خلينا نشوف الاسعار، بس هتلاقي الاسعار مش مكتوب اسعار اصلا، بس هتلاقي الاسعار رخيصة. هم عندهم المكان اللي تعملوا سكان بس مش مكتوب اسعار، مش عارفة حاجة جديدة، فوق بيبقى مكتوب اسعار. دي بتاعت الحواجب، وديت بتاعت الكابوكي، وفي ديت بتاعت الايلاينر، في بتاعت الرموش، ديت بتلولو الرموش، وفي دول اللي بتنضفوا عليها الفرش، اللي هي الفرشة السيليكون اللي طالعة جديدة ديت، نضفوا الفرش. وديت فيها 6 سوا، دي فيها 4، وفي بقى منهم كتير قوي، فيهم كذا واحدة يعني سوا. نشوف بقية البتاع فيها ايه. فيها برضو حاجات تاني الالف، يعني في الفرشة الصغيرة اللي بتسافروا بيها، وفيها بقى الكريم بتاع العيون، بتاع الوش، كذا حاجة يعني. حتى انا هنا ودوت كريم عادي، وفي زيت للوش برضو، ودوت روجوجو، دوت ايلاينر، ده اي شارو، ده اي شارو بس بيلمع. دي الالمات بتاعته اهي، في اخضر وبنفسجي وذهبي ابيض اسود، شكله حلو. دوت هايلايت، ده هايلايت مبين قوي عليه عشان هو بيلمع. دي انواع الاي شارو برضو اللي عندهم اهي، في الاخضر، في اللبني، في البني، في اسود. I don't know، هو رخيص، هو ارخص من بقية الانواع، بس هو مش بدولار. ممكن تلاقي من الفرش اللي بتاعت الحواجب او ديت هي البدولار وكده. خلاص رجعنا تاني للفرش. في بقى الضوافر ديت، في اللي هما السادة مفهمش اي شغل او كده يعني، وفي الفرنش، دي الفرنش، كل دول انواع من الفرنش. في بقى فيهم الشغل جامد زي في دول اهم بيلمعوا، وده في بقى الشغل الاجمد اللي هما بيلمعوا اكتر من كده. كل دول اهم كل ما يبقوا فيهم شغل اكتر كل ما يبقوا اغلى. في فرنش بيلمع كمان اهو. وفي بقى الالوانات اللي هي السادة ديت، فيها 30 واحدة، دي ب$4، انا بصيت عليها قبل كده، لا 6 دولار، دي ب$6، بصيت عليها قبل كده. دول حلوين برضو للناس اللي ما بتحبش الحاجات اللي فيها شغل كتير او الحاجات الطويلة، ده يعتبر قصير. في الشركة دي بقى هي اللي فيها 33 واحدة، وديت هي ب$4 اهي، شركة LA Colors، فيها كذا لون بس ده اطول شوية. وهنخش بقى المناكير، تبقى اخر حاجة فرقوا عليها. في الوانات برضو كتير جدا، دوت الجل، بس هو الالوانات دي شكلها حلو، عجبني الاخضر ده، وعجبني مش عارفه طول عليه بنفسجي ده ولا طول عليه ايه. دوت ب$7 ده يعني. وفي بقى الاحمرات فوق هنا، في حاجات كتير يعني، الوان كتير، وبتلمع اللبني ده. وفي شركة سالي هانسن بكام، ب$5، هتبقى ارخص. اللون ده حلو برضه، ده سالي هانسن الاغلى بقى، ده ب$6. وهو ده هيبقى اخر فيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم متنسوش تشتركوا في القناة، ونشوفكم في الفيديو الجاي، باي.